زينب، موضوعنا لليوم يمكن بهم كتير من صبايا والرجال أيضا. كتير بالآونة الأخيرة عم نشوف اهتمام كبير بالأسنان، عم نشوف كتير من الناس عم تحاول تحصل فعلا على ضحكة هوليود أو ابتسامة البراقة. اليوم تطور علم تجميل الأسنان بشكل كتير كبير وبشكل متسارع، يعني تطور بشكل دائم. نعرف أكثر الأشياء المهمة في عالم تجميل الأسنان وآخر التطورات. معنا الدكتور محمد علي، اختصاص أسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، مثل الخير. يسعد صباح السادة المشاهدين جميعا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، أول شيء خلينا نحكي شو هو تبييل الأسنان ولأي حالات يصل؟ أي إجراء يهدف إلى تحسين المظهر الجمالي لدى الشخص هو عبارة عن تجميل الأسنان. هاي مبدئيا اختلفت الطرق تجميل الأسنان بين الماضي والحاضر بشكل كبير جدا. يعني فينا نقول أنه تجميل الأسنان يبدأ من حشوة بسيطة وينتهي مثل ما حكيتوا ابتسامة اليود. صحيح. طيب خلينا نحكي مثل ما قلت دكتور وقلنا ببداية حديثنا، طب تجميل الأسنان تطور بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عن تجميل الأسنان شوي. لما نقول هاي الأسنان بدها معالجة، يعني نحن سابقا كنا نقول في نخر في سوس، كانت الناس نوعا ما تبيض أسنانها شوي، تبردن شوي صغيرة. هلا لا، تطور بشكل كتير كبير. إيمت أنا فيني أقول إنه كطبيب هاي الأسنان بدها معالجة تجميلية؟ في طبعا مشاكل عديدة خلينا نحكي عنها. هلا هو تجميل الأسنان أو ابتسامة اليود ما بيسموها معظم الناس هي مطلب كثير الناس. صحيح، كثير لكثير ناس تماما. واسف الساده المشاهدين الصوت، سلامتك. مياه بارده وجو حار عم ياثر على اصواتنا احيانا. مطلب كثير للشخص والاشخاص وخصوصي الصبايا وعم يقعدوا بعض. يعني مجرد ما عصبية تشوف صديقتها مجملة اسنانها عم تجي وتنعدى منها وتطلب تجميل اسنان. لما بنشوف انه السن بحاجه لتجميل هون بنشجع المريضه انه يعمل تجميل. مريضه او مريضه لما بنشوف انه السن كويس ما بده اي ما منخور، وضعه ضمن القوس السني كويس، لونه كويس، هون بنلجا لاجراءات ثانيه بغض النظر عن الوجوه الفينير او الزيركون. بنلجا لتبييض اسنان تنظيفها وبنحاول بشتى الوسائل نقنع المريض او المريضه انه هون بكفي. لانه اي اجراء سن هي سني لابد من بعض الخسائر. لما بدنا نعمل ابتسامة هوليود مثلا سواء زيركون او وجوه فينير او ليمونير، هون بدنا نضطر نبرد السطح الخارجي للسن. هون بيختلف البرد او تصغير السن حسب شو المريض بده. وجه يختلف زيركون وكله له قصة باباته. اهم شيء قبل ما نبلش نركب هيك وجوه نعالج السن بشكل مزبوط. إذا في نخر نشيل النخر تماما، وبالمرحلة الأخيرة بيجي إضافة هاي السطح الخارجي للسن لإعطاء منظر جمالي يرتاح له ويرتاح له ضيوف المريض أو إخواته أو المجتمع بشكل عام. نعم دكتور، يعني أنت ذكرت نقطة كتير مهمة. هلأ يمكن في حالات خاصة تلجأ لتجميل الأسنان حتى يبين الشكل أجمل، وفي بعض الصبايا حتى بسن صغير ممكن ما يكون عم بيعانوا من مشاكل بالأسنان عندهم طبيعي، عم يلجأوا للتجميل مع أنه في طرق تانية لتبييض الأسنان بسبب نمط الحياة اللي نحن اللي بنعيشها، مثلا من شرب الكافيين والعادات الغذائية يمكن. فخبرنا عن هاي القصة، وهل الطرق التبييض العادية غير التجميل مثل الليزر أو التبييض المنزلي مفيدة لهي الأسنان الطبيعية؟ مثل ما حكينا من شوي، إذا السن طبيعي ما في نخر، وضعه ضمن القوس السني ممتاز، حجمه مناسب، ما في بروز، هون أنا أفضل اللجوء للتبييض لأنه بيضل أفضل الطرق لإعطاء الناحية الجمالية للمريض أولا وإعطاء الناحية الوظيفية. انا كدكتور بتم من الناحيه الوظيفيه اكثر من الناحيه الجماليه، لان الاسنان مهمتها يعني بدايه ونهايه تجميل وظيفه. صحيح، وظيفه هي مضغ الطعام. يعني مستحيل انا الجا لاجراء يحرم المريض من الناحيه الوظيفيه. للاسف ما حكينا من شوي معظم الصبايا عم يلجأوا حاليا لابتسامه هوليود بطرقها المختلفه. هون مثل ما حكينا انا بفضل انه نبلش بالتبييض العادي، ننتقل للتبييض الليزر،
او المنزلي. الحل الاخير هو تركيب القشور الخارجيه كفينير او لمونير او تتويج السن بشكل كامل من خلال الزيركون. وكل واحد له طريقه معينه لتركيبه، وكل واحد له مخاطر، وكل شيء له استطبابات. طبعا هون الطبيب بيقدر شو. وهذا اللي بدي اسالك عنه دكتور، يعني قبل ما نحكي فعلا عن الزيركون او اللومينير او الفينير، والسن فعلا بيخسر ثلاث ارباع اساسا المينا او اذا مو كلياتها، لنحكي عن التبييض المنزلي. يعني في كثير من الناس ما بتروح لعند دكتور الاسنان بتستشيره، كمان هي بتاثر لانه لازم يكون تحت اشراف طبيب، لازم تعرف شو الماده اللي عم يتم التبييض منها حتى مشان ما يخسر قشرة اسميكة تؤثر بالمستقبل على أسنانك. تماما. هلا بالأسواق حاليا في مواد كتير تبييض، يعني منشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك انترنت، صحيح. هاي الوسائل التبييض المالية هون يعني ما في مشكلة، بس أهم شيء المريض يعرف مصدرها، تركيبها، لأنه معظم مواد التبييض فيها مواد مخرشة للسن، صحيح. مواد مخرشة ومؤذية للسة، إذا ما انحطت بطريقة مضبوطة أكيد رح تأذي اللثة أولا، وتعمل حساسية ممكن تكون دائمة بالأسنان، ممكن توصل بعض المراحل لتموت عصب السن. لذلك أنا بفضل التبييض يكون تحت إشراف الطبيب، لا يروح المريض للسوق التجاري يجيب مواد مجهولة المصدر ومجهولة التركيب، حتى ممكن يستفيد أو يتبيض أسنانه بشكل مؤقت، بس بعد يومين ثلاثة أو أسبوع أسبوعين بيروح الطبيب وبتظهر الاثار السلبيه للطبيب. لذلك انا بفضل يكون تحت اشراف طبيب. نعم، يعني مثل ما حكيت هي النقطه كثير مهمه لانه عم يوقعوا فيها كثير من الشباب والصبايا. خبرنا دكتور، صار في طرق تحديث على عالم تجميل الاسنان، في تقنيات جديده دخلت على سوريا بهذا المجال، نحن بنعرف دائما في ابديت للمعلومات بعالم التجميل. هلا هو طب الاسنان من العلوم المتقدمه جدا، يعني يوميا في شيء بطب الاسنان، يوميا في شيء جديد، والطبيب الناجح مفروض يواكب اي تطور بطب الاسنان من خلال معرفه كيفيه التحضير للوصول للنتيجه الممتازه. افضل شيء يعني حاليا يوميا مثل ما حكينا في تطور، حاليا مثل ما حكينا انه نلجا للوجوه الخارجيه اذا كان مطلب اساسي، اسنان قصيره ممكن نطولها من خلال الوجوه الخارجيه. إلى استطبابات وإلى مضادات استطبابات. أهم شيء هون الخبرة، خبرة الطبيب المعالج، بيتشارك مع الطبيب المعالج المخبري كمان، هو شيء أساسي. لأنه بالنهاية رح يظهر للمريض وللمجتمع الشغل الشكل الخارجي، الشكل الداخلي هون شغل الطبيب. هون أكيد انتقاء الطبيب الماهر يعني بيريحنا من كثير مشاكل. وجوه الفينير هي بلاقيها إنه اقل ضرر للسن لانه بنشيل طبقه خارجيه لا تتجاوز. أنا اقل ضرر اللومينير ولا الفينير؟ الفينير واللومينير نفس المبدا نفس تقريبا. هلا بيقولوا لك اللومينير هو بيشيل طبقه اخف لانه هو قشري، تماما هو اما الفينير لا، بتنشال طبقه اسمك من السنان. اسمك بشوي، اسمك بشوي. الزيركون بينشال كامل طبقه السن من برا ومن جوا. الزيركون هو الزيركون تماما له استطبابات كمان، يعني احيانا انا بفضل الزيركون كثير احوال. اولا اذا كان السن طويل كثير وبدنا ننظر من طوله، هون نلجأ للزيركون. وأوفر حتى ماديا، أفضل ماديا بشوي. وجوه الفينير نلجأ لتطويل الأسنان فيها، تحسين الناحية الجمالية، منشيل قشر لا يذكر يعني من 0.2 ل 0.4 بالميلي، يعني ممكن نضل نشتغل ضمن طبقة الميلي. بينما بالطرق التجميل الأخرى كخزف أو زيركون ممكن نضطر لإزالة كمية أكبر من هالكمية هي. في اطباء كثير للاسف بيلجأوا انه يسحبوا الاعصاب بشكل كامل قبل ما يصير. انا يعني لما نقول فينير او لومينير هو بيتم ما يسحب عصب ابدا، ما بيصير يسحب عصب، لا يفضل ابدا الا اذا كان السن منخور هون اجبار، وسن النخر واصل للعصب هون بدنا نسحب عصب. السن في تطاول بشكل كبير واثناء تصغيره مشان نعطي ناحيه تجميليه معينه ممكن نلجا لسحب العصب. سن مفتول اذا بدنا نرجع لتصحيح الاطباق من استخدام التقويم من خلال الوجوه او الفينير او الزيركون، هون كمان ممكن نلجا لسحب العصب. اما معظم الحالات الاخرى انا ما بفضل سحب العصب ابدا، لانه يعني رب العالمين يوم خلق العصب مترافق معه وعاء دموي، هاي وظيفته تغذيه السن،
يعني انا بشبه المرضى تبعي انه مجرد ما نسحب العصب مثل الشجره اللي قطعت جذورها صار السن يابس، ممكن بضغطه بسيطه يتكسر. لذلك انا ما بفضل نلجا لسحب العصب الا اذا كان في استطباب ضروري له. نعم. طب دكتور، يمكن لكل مثل ما قلت نوع من التجميل استطباب معين. تماما. شو الممنوع وشو المسموح لما حدا يعمل فينير لومينير او زيركون؟ شو الممنوع النصائح اللي بتعطيهم اياها؟ هلا الممنوع في حالات مثلا مرضى السرير الليلي اللي عنده سرير بالليل، او مرضى العضه العميقه، هي بيجي الفك السفلي جوات الفلوي بشكل كبير جدا، هون ممكن يتكسر وجه الفينير او يسقط كل فتره. هون انا ما بفضله ابدا، يعني بعتبره انه ممنوع. بعتبره ممنوع. طب من خلال قياسات عمليه اطباق الفك؟ هون بنلجا لطريقه، اذا في عضه عميقه احيانا لرفع عضه. كمان رفع العضه له استطبابات، رفع عضه اذا كان بطريقه مو مضبوطه ممكن يعمل مشكله بالمفصل الفك الصدغي. مفصل هون اللي مسؤول عن فتح واغلاق الفك. هون كمان ممكن يعمل مشكلة، لذلك أي شيء أي إجراء مفروض يكون له استطباباته مدروس بشكل جيد على أيدي خبيرة. هون بنتجاوز معظم الأماكن اللي ممكن المريض يتعرض لها. طيب دكتور، مثل ما حكينا ببداية حديثنا يمكن الناس بتلجأ للومونير أكثر لأنه بتخسر طبقة خفيفة فقط. تماما. من السن، الطبقة أسمك بشوي بنحكي من الفينير. هلا اذا انا عملت لومينير لفتره محدده فيني الغي اللومينير وارجع ولا لا؟ ما بصير. لا، مجرد طبقه صغيره. تماما، مجرد ما شلنا طبقه صغيره من السن، فرضا المريض بعد فتره قرر انه يستغنى عنه، ما عاد فيه، لانه انت شلتي طبقه من السن من المينا. تماما. ميناء السن بعد العاج بعد اللب، مجرد ما ينبرد طبقه من السن خلص هي مدى الحياه. راح يعني ممكن تتطور الحاله من الوجوه البسيطه فينير او لومينير أو لومونير، ممكن نتطور لزيركون كامل للسن. يعني اللجوء للومونير ما بنخسر طبقة مينا بس مشان أساسات أسنان بس، لا ما عاد فينا نرجع. ما عاد في تراجع أبدا، لا. هذا مجرد ما المريض قرر يعمل وجوه، هذا خيار يعني مرافق له مدى الحياة. ما عاد في ثاني يقول إنه شيل الوجه، بيصفي فيهم تشوه بشكل السن. صحيح. يعني أنت شلتي طبقة معينة من السن، الطبقة الثانية بتتصبغ بشكل سريع جدا، يعني ممكن فنجان قهوة صغير تصير صفرة السن. صفر. تماما. الطبقة الثانية من السن فينا نسميها العاج، عفوا العاج، هي طبقة فينا نسميها طبقة حيوية بتحتوي على أنابيب، هاي الأنابيب اسمها أنابيب عاجية موصولة بالعصب مباشرة، هاي الأنابيب مباشرة تتصبغ. يعني أي أكل أو شرب، فنجان قهوة أو كذا أو كاس شاي، ممكن تعمل تصبغ فيها. لذلك مجرد ما وصلتي لمرحلة بدك تعملي وجه، خلاص هي مدى الحياة برافقك. مدى الحياة. ما عاد في تراجع. دكتور، هلا كمان يعني في بعض الوصفات اللي عم بيشوفوها الناس على مواقع التواصل مثل الفحم، مثل الاوليفيرا، مثل عدة اعشاب او وصفات لتبييض الاسنان، وممكن نستفيدوا منها والناس ما عم يستفيدوا منها. اليوم هل هي الوصفات الطبيعية برأيك ممكن تفيد بتبييض الاسنان؟ أكيد بتفيد، يعني بالنهاية المواد المستخدمة بتبييض الأسنان هي من الطبيعة نفسها. من الطبيعة نفسها، وفي مواد تركيبية أو صناعية. مواد التانية في أشخاص، حتى في معجين أسنان هن غايب الدقة لتبييض الأسنان، بس بيقولوا الأطباء أنه ما لازم يستخدموا يوميا. هاي البودرة أو هاي حتى بنوصفها للمدخنين، بس أكيد مو يوميا، ممكن أسبوعيا، كل أسبوعين، لانه هي الحبيبات تبعها خشنه كثير، خشنه ممكن تاذي على السن. كسر الاستعمال للسنوات ممكن تاثر على الطبقه؟ ممكن بشهر يبين. تاذي السطح الخارجي للسن وتعمل تخرجات فيه، او اذا اسيء استخدامها من قبل طريقه التفريش كانت غلط، ممكن تاذي اللثه كمان. تعمل لثه نازفه، تعمل مشاكل كثير بينها عنا. اذا المرض بده يستخدمها هي لازاله التصبغات الخارجيه، انا بفضل تكون انه اسبوعيه بصراحه. مو اكثر، او ممكن كل اسبوعين، اما يومي لا ما بفضل ابدا. طيب دكتور، من المشاكل اللي ترافق مشاكل الاسنان لما نقول فينير او لومينير او تبييض، دائما في مشاكل لثويه مرافقه. خلينا نحكي عن هي المشاكل اللثويه، يعني في كثير من الناس بتقول لك من وقت ما عملت لومينير عندي التهابات باللثه، لثه صارت نافره مش متطابقه مع الاسنان. خلينا نحكي عن المشاكل الشائعه باللثه وشوف كيف فيني اتجنبها كطبيب. هلا ليكي، مثل ما حكينا من شوي،
هو العيار الناجح بيبلش من اختيار الطبيب ذو الخبره. اي وجه اذا ما طابق للسن بشكل ممتاز ومنسجم مع اللثه، لا طلع فوق اللثه ولا داخل باللثه بشكل كبير، هون راح يصير في التهابات لثويه دائمه وصعب التخلص منها الا باعاده الفينير او الزيركون. هون مثل ما حكينا انه الطبيب يكون ذو خبره بالتعاون مع مخبري ذو خبره كمان. اي زياده طول بالحد بالوجه او بالوجه الفينير او بالزيركون ممكن يعمل مشكله باللثه. احيانا بالدكتور اللثه طويله بيتم اختصاص اللثه، هون التطابق بيكون مختلف ممكن يؤدي لمشاكل. هون المقاسات الدقيقه بتغنينا عن هالمشاكل كلياتها. هاي يعني المقاسات الدقيقه مع طبيب ذو خبره مع مخبري كويس. نعم. اذا في فراغات بين اللثه والتركيبه سواء زيرك او فينير كمان هون يعني هاي مرتع للجراثيم مثل ما قلنا. صحيح، وبحشي اكل وبصير مرتع للجراثيم وبحشي اكل وبيكون السن طالما انبرد قشره منه بيكون مستعد او قابل للنخر بشكل هون بيعطي روائح كريهه جدا مع التهابات لسه متكرره ويوي تقريبا. هون فينا نستغني عنها مثل ما حكينا. نعم. سابقا. واكيد انا بنبه المرضى اللي عاملين زيركون او فينير او اي شيء تجميلي يبتعدوا عن اي مشروبات كثير فيها ملونات، يهتموا بصحه الفم والاسنان من خلال التفريش الدائم. الخيط بين الاسنان بتصير واجب هون، بتصير واجب لانه اي تركيب هون بيعطي مشاكل بين الاسنان، مشان ما يضل اي قلح او ترسبات طعامي بين الاسنان، هون الخيط بين السنين لازم يكون فرض للمريض. نعم، يعني حتى اللي عاملين تجميل الاسنان لازم يكون عندهم نظافه، مو يقولوا انه خلص بيضنا اسناننا وانه ما اهملنا قصه التنظيف. دكتور، نصائح اخيره بتحب توجهها للكل اللي هلا حابين يعملوا يحافظوا على صحه اسنانهم وتضل ابتسامتهم جميله؟ انا نصيحه لكل الساده المشاهدين، العنايه بصحه الفم والاسنان، زياره دوريه لطبيب الاسنان، اي خير بسيط يعالجوه قبل ما يتطور لسحب عصب او تتويج فيما بعد، قبل ما نفكر بالناحيه التجميليه. اذا في اي طرق نفكر فيها بيكون افضل ما نلجا فورا لابتسامه هوليود كوجوه. بس يمكن دكتور نحن يعني مجتمعاتنا بما انه بنخاف يمكن من دكتور الاسنان، هي اخر فرصه يعني لنا هو الاتجاه نحو طبيب الاسنان، يعني بتلاقي الالام موجوده لاخر نفس، بتلاقي اضطر الشخص يروح لعند دكتور اسنان، كمان هي بتاثر. هلا بنشوف احيانا الناس بتعمل حشوات مؤقته وبتمشي خلص، هي الحشوات وقعت وترك الضرس مفتوح، يعني شو بتؤدي لمشاكل؟ هون المشاكل كبيره جدا وبتصادفنا كثير بالعيادات. اجى مريض مثلا عم يتوجع، حطينا له زرنيخ لسه مستخدم لحد هلا، راح الوجع، راح المريض ما عاد رجع للعياده. هون ننتقل من مرحله انه سن حك فينا نعالجه لمرحله انه اذا الجراثيم رح تجي للعصب تفككه. بعد تفكك العصب رح نوصل لمرحله خراجات، هاي الخراجات ممكن نوصل لمرحله ما عاد فينا نعالجها ابدا. حتى لو الضرس مثلا صاحب العصب وحاطط حشوه سقطت ممكن يعمل مشاكل؟ طبعا، مجرد ما تكوني حاطه مؤقته ما مكملتيها حشوة أقنية مزبوطة أكيد رح يوصل لدرجة أفونة، يعفن درسون يعني بالنهاية ممكن نوصل لقلع الدرس. لذلك أي شخص بيراجع طبيب أسنان لإجراء شيء معين بنصحه أنه يكمله، مو أنه راح الوجع أنا خويف شوي ما عاد برجع للطبيب، هون رح تفقد سن بالنهاية. أي مريض يتابع شغله. يعني دكتور، يمكن موضوع تجميل الأسنان هو الموضوع الأكثر شيوعاً حالياً وهم الصبايا والشباب، لكن أيضاً من ناحية أخرى عم نلاقي أنه في مشاكل عم تنجم أيضاً عن الأسنان قبل تجميل، المفروض الواحد يحلها قبل. ما يصير في التجميل مثل سحب العصب او الحشوات او، فخبرنا كمان عن اهم ثلاث اشياء ممكن الانسان او اللي حابب يعمل تجميل يعمله قبل ما يفوت بتجميل الاسنان. اهم شيء انه المراجعه الدوريه لطبيب الاسنان، اي نخر يعالجه مباشره، اي التهاب بيكون بسيط ببلش بسيط بيتطور لالتهاب لثي متوسط متقدم ممكن يوصل لخلخله بالسن يتحرك السن بشكل كامل.
ما يهمل المريض او الاخ المشاهد اسنانه، مراجعه دوري مثل ما حكينا، المضامد الفمويه، فرشاه الاسنان، خيوط بين السنيه. اي مريض او مريضه راح يفكر بالتجميل لازم انه يعرف انه التجميل اكيد راح يحسن المنظر الجمالي. نعم. مثل ما حكينا طب الاسنان تطور بشكل مو طبيعي. صحيح. بس له متطلبات بعد التركيب، انه ما يقول انا ركبت مثل ما حكيت يا استاذي، ركبت ما عاد في درشي اسناني او ما عاد في داعي، لا، المفروض العنايه الفمويه تصير افضل من قبل. صحيح. لانه انت حاطه ماده غريبه بتمك، المفروض تعتني فيها، ما يحشي اكل، ما يحشي ترسبات، ما يحشي قلح، بيكون هيك ممتاز. اكيد بدنا نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. طبيب الاسنان الدكتور محمد علي، نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم والساده المشاهدين جميعا. شكرا لوجودك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. الله يسعدكم، يسعد صباحكم. اما هلا نور